السلام عليكم، معكم سكينة العزيري، أخصائية نفسية. في الظروف الراهنة اللي كنعيشوها كاملين، واللي هي الحجر الصحي بسبب الوباء، خاصنا نعرفوا بلي الصحة النفسية ديالنا مهمة بزاف في تعزيز المناعة ديال الجسم ديالنا، لذلك خاصنا نحافظوا عليها. بزاف ديال الناس أثرت عليهم هاد الفترة، ولاو كيحسوا بالتوتر، الخوف، العصبية، وبزاف ديال الأحاسيس السلبية اللي سيطرت عليهم. وكاين بعض الأشخاص اللي دخلوا في حالة اكتئاب، وبطبيعة الحال هاد الأحاسيس كتأثر عليهم بشكل سلبي في حياتهم اليومية، سواء في تصرفاتهم أو في تعاملهم مع الأفراد ديال العائلة ديالهم، وبالتالي كتولد عندهم ردود فعل اللي عنيفة، وما كيقدروش يسيطروا على عصبيتهم، وكتسوء الشيء اللي كيولد المشاكل والعنف الأسري. غادي نحاول كأخصائية نفسية نعطيكم بعض النصائح وبعض الأفكار اللي ممكن تطبقوها خلال فترة الحجر الصحي باش نخرجوا منها في أحسن ظروف، وكذلك اللي غادي نتفاداو من خلالها المشاكل الأسرية اللي ممكن نطيحوا فيها. أول حاجة خصنا ندخلوا لدماغنا هي الفكرة أنه هذه الفترة ديال الحجر الصحي هي استثنائية ومعممة على كل شيء، جميع الأفراد كيعيشوها، وبلي هذا الحجر الصحي ماشي إجباري وإنما اختياري باش نحميو نفوسنا وعائلاتنا من الأذى اللي ممكن يوقع. تاني حاجة مهمة بزاف، نحاولوا أننا ناخدو القسط الكافي من النوم، ونخليو الجسم ديالنا يرتاح وياخد الساعات الكافية ديالو ديال النوم، وكذلك نوضعوا برنامج خلال اليوم ديالنا بالأشياء اللي غنقومو بها، سواء الدراسة، العمل اللي هو كأولوية بطبيعة الحال، اللي هما كأولوية بطبيعة الحال، أو الأعمال والأنشطة اللي ممكن نقوموا بها داخل المنزل. نحاول أننا ننوعوها وندخلوا في هذا البرنامج تمارين رياضية اللي مهمة بزاف، بحكم أنها كتساعد الجسم ديالنا يتخلص من الطاقة السلبية والضغوطات النفسية، وكتصفي الذهن ديالنا، وبالتالي كتعزز الشعور بالراحة. نحاول كذلك نمارسو بعض تمارين التنفس اللي غادي تساعد العضلات ديالنا انهم يسترخاو، والاكسجين يدخل بشكل جيد للجسم والدماغ ديالنا، داكشي اللي كيولد عندنا واحد الشعور بالاسترخاء والارتياح. كذلك ندخل في البرنامج ديالي انشطة اللي كنحس بالاستمتاع وانا كنقوم بها، يمكن ما كانش عندي الوقت من قبل بحكم انشغالات الدراسة وغيره، ونحاول أنني نقوم ببعض هذه النشاطات مع أفراد الأسرة ديالي، الزوجة، الأولاد، العائلة. كذلك نحاول أنني ما نقطعش الصلة ديالي مع العالم الخارجي، نحاول أنني نتواصل مع الأشخاص، الأقرباء، الأصدقاء والعائلة من خلال الاتصالات بطبيعة الحال. نحاول كذلك أنني نقلل من مشاهدة الأخبار، ونحددها عفوا في مدة زمنية محددة، مرة واحدة في اليوم، لأنها كتساعد على أنها تعزز التوتر والخوف عندنا. نحاول كذلك أنني نتفادى الدخول في مشاكل وصراعات مع العائلة ديالي، وذلك أن الشخص كيتفادى يهدر أو يناقش أي موضوع وهو معصب أو متوتر، يحاول ياخذ الوقت ديالو الكافي أنه يهدن الأعصاب ديالو ويعيد التفكير، ويختار كذلك الوقت المناسب عاد يناقش أو يدخل في تفاصيل الموضوع. ايضا نتفادى العصبيه مع الاطفال ديالي الا كنت كنساعدهم في الدراسه او لاحظت عندهم شي نقص في شي ماده او انجاز، نحاول نشجعهم ونحفزهم ونساعدهم انهم يتجاوزوا هذا المشكل. هذا في الاخير نبغي نقول ان هذه الفتره اللي كنعيشوها جميع افراد الاسره كيعيشوها، سواء كبير او صغير، حتى الشخص الاكثر بيتوتيه والبيتوتي كيحس فيها بالتغيير، لذلك نحاول اننا نتفهموا بعضياتنا، نساعدوا بعضياتنا، ونساعدوا نفسنا كذلك باش نتجاوزوا هذه الفتره هذه ونخرجوا منها في احسن الظروف الممكنه. شكرا.